أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية أن الارتفاع الملحوظ في حركة تراخيص البناء الاستثمارية حتى نهاية الربع الثالث يعكس ما تتمتع به المملكة من جاهزية إدارية وتقنية واستعداد تام لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وكان معاليه قد تفضل يوم أمس بزيارة للمركز البلدي الشامل يرافقه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أشاد معاليه بالجهود التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة المبهرة التي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة. جهود كبيرة ساهمت في تحقيق قفزة مبهرة في المجال الاستثماري بمملكة البحرين، سعت في تحقيقها وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمرانية. ارتفاع ملحوظ في منح تراخيص البناء والعقار يعكس طموحات الوزارة في تلبية التوجيهات الحكومية، والتي تسعى إلى إيجاد بيئة خصبة للتنمية المستدامة والاستثمار ومواكبة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. لا شك أن هذا من توجيهات سيدي صاحب الجلالة، وتوجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء، وتوجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد في الحث على العمل والقامة بخدمة المواطن والمواطنين. والحمد لله أنه في تقدم، والحمد لله أن أنتم استطعتوا أن تنجزون الكثير في فترة قصيرة، وارتفاع ملحوظ في عدد الطلبات والسنة أكثر من السنوات الماضية بعد كثير، وصلت لفوق 800، وإن شاء الله مع نهاية السنة سوف نصل لأعداد كبيرة. العمل اللي تقومون به هو ليس رخصة بناء، هو بذرة تبذرها بعدها تطلع خير كثير. لما تعطي انت رخصة بناء إلى سكن، هذه سوف يكون مسكن لشخص بحريني أو مواطن أو طول عمره في هذا السكن، سوف يحرك الاقتصاد. لما تعطون رخصة إلى مركز تجاري، أنتم ما أعطيتوا رخصة مركز تجاري، أنتم خلقتوا فرص عمل. ثاني شيء، اليوم ترى المستثمر واللي ييكم يراجع في إمكانه أن يروح أي بلد، في إمكان المال ليس عليه حد أن يروح في أي مكان. فأنتم بإعطاء ترخيص في الوقت المناسب الصورة الصحيحة تساعدون أن يستثمر في بلادكم. استثمار هو ليس لكم، استثمار لكم ولأبنائكم من بعدكم. لا تحرجون من الشكاوي والملاحظات، ترى الشكاوي والملاحظات هي الدرجة اللي تصعدون عليه. كل شكوى هي درجة تصعدون بها إلى شيء أفضل، لأن سوف تبين في موقع من المواقع يجب أن نصححه. فيجب أن نحن نتقبل الشكاوي والملاحظات بروح رحبة، من ناحية ننظر فيها أنها ليست شكوى وإنما هي بداية لتحسين العمل. وفي المركز البلدي الشامل تم استعراض الأهداف الاستراتيجية للعمل البلدي وأيضا مجموعة من المشاريع التطويرية المستقبلية. اليوم وبفضل توجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين ومتابعة اللجنة الوزارية للإعمار والبنى التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله لتسهيل الإجراءات لإصدار الرخص الاستثمارية والبنائية لمختلف الخدمات. واليوم ابتدينا نشوف ثمار هذه أعمال التطوير، واليوم بكل فخر نعتز أن احنا اليوم بمقارنة بسيطة بين الرخص الاستثمارية التي صدرت في عام 2015 ومع الرخص الاستثمارية التي صدرت في عام 2016، هناك لأول 9 شهور من هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية هناك زيادة بلغت 43% زيادة في عدد هذه الرخص. في الجانب الآخر، تم تفعيل النظام الإلكتروني لمنح التراخيص لتسهيل التعامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. الحمد لله الحين يعني عندنا 16 جهة حكومية مرتبطين عن طريق النظام، وخمس جهات في لهم تواجد في المركز البلدي الشامل، والبقية عن طريق الرابط الإلكتروني. وما
ما زلنا نبحث عن نحاول ربط الجهات الأخرى. وزارة الأشغال فتحت أبوابها للمكاتب الهندسية والعقارية لتؤكد على أهمية تعزيز مجالات التنمية العمرانية في المملكة. طبعا مع بداية المركز كان المركز مركز على أساس أنه المشاريع الاستثمارية الكبرى، ولكن مع التجربة والاستمرارية في العمل اتضحت في بعض الأمور تم تطويرها من قبل وزارة شؤون البلديات وشؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بما يتماشى مع متطلبات العصر ومتطلبات البيئة الاستثمارية في البلد. رحلة نجاح صاغها المركز البلدي الشامل ليتكامل مع كافة الجهات والمؤسسات في الدولة لتكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة. سرعة الإنتاج والتميز هو شعار هذا المركز، لا سيما من خلال سلاسة إصدار التراخيص وقلة الإجراءات والشفافية المتبعة، وذلك ليصب في مصلحة الوطن والمواطن. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.